وللحديث عن استهداف الناشطين والصحفيين من او على يد الميليشيات في العراق ينضم الينا عبر سكايب من انقره الناشط السياسي الاستاذ سامر الساعدي. مرحبا بك معنا سيد سامر. تحيه لحضرتك ولكادر قناتكم وللمشاهدين الكرام. كما تلاحظ على مدار السنوات الماضيه لم تتوقف محاولات استهداف الناشطين والصحفيين في العراق سواء بالاعتقال او الاغتيال او المطارده والقمع، لماذا هذا التركيز من الميليشيات على الصحفيين والناشطين؟ نعم، يعني حقيقة أولا مهنة الصحافة يمكن هي أخطر مهنة الآن موجودة في العراق، وبالتالي تم اغتيال هذا الصحفي بثلاثين ثانية، ومن ثم يتعقبون أفراد عائلته، أولاده أو المقربين له. أعتقد هذا الموضوع هو مما شكل خطر من قبل الصحفيين بإدلاء بآرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوكالات من خلال المقالات ومن خلال إظهار رأي الناشطين والإعلاميين والصحفيين المخالف والمناهض للفساد ولهذه المنظومة الحزبية حقيقة المقيتة والمميتة لكل من يخالفها ويعارضها في الرأي. وبالتالي أنا سمعت التقرير، لكن مراسلون بلا حدود منظمة تعنى بأمور الصحفيين طبعا هي مؤشرة لديها من خلال هذا المخطط الموضح مؤشرة على العراق بالأحمر الغامق لاغتيال الصحفيين في العراق الذي بلغ عددهم 72 صحفي، ودائما ما تقيد ضد مجهول إلا قضية أحمد عبد الصمد الله يرحمه، هي كانت بفتوى حسب إدلاء هذا القاتل. أما فرق الموت التي تتحرك وفق فتوى ووفق نهج عقائدي حقيقة، هذا الموضوع جدا ممكن أن يكون هذا الموضوع أخطر من أي موضوع، النهج العقائدي مما يتيح له بفتوى قتل هذا الصحفي أو الناشط حتى أنه لا يتسبب بإزعاجهم وتستخدم تكميم الأصوات. بالتالي هذا السيناريو نعم. تكرر نعم عدة مرات مع الناشطين والصحفيين والإعلاميين، وهذا يثير العديد من الأسئلة، منها الهدف أو الرسالة من وراء هذا الاستهداف، هل هي للناشطين والصحفيين الآخرين أن يصمتوا؟ هل هي كاتم صوت لهم؟ أم لعلها أيضا موجهة للمواطن العراقي الذي يفكر بالمطالبة بحقوقه والتعبير عنها؟ يعني حقيقة أنا كتبت مقال في هذا الموضوع وهو رصاص حي وضمير ميت، موضوع جدا شائك أنه يستخدموه ضد الصحفيين والناشطين والإعلاميين بقضية القتل، وإحنا شهدنا ورأينا عدة مشاهد قتل مريعة حتى أن الصحفيين اغتالوهم هم وعوائلهم مع زوجته ومع بنته ومع أقربائه في داخل بيوتهم. أعتقد هذا الموضوع هو يريدون أن يكمموا أفواه كل الصحفيين المعارضين لهم، وبالتالي المال السياسي الذي يتعقب هؤلاء الصحفيين ولم يتمكن من شرائهم فهذا الرصاص الحي يتمكن من إسكاتهم. نعم. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة أيضا، وهي ما كشف عنه وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي أن المالكي كان يتنصت على الوزراء لضمان الولاء له، واستخدم الأجهزة التي من المفترض أن تستخدم في استخدامات أمنية، استخدمها في ملاحقة والتجسس أو التنصت على المسؤولين. من يضمن أن هذه الأجهزة لا تستخدم الآن ولكن على الصحفيين يعني والناشطين؟ نعم، يعني شيء أكيد تستخدم، وبالمناسبة يوجد مخبر سري ناهيك عن هذا التعقب في المكالمات وغيرها. المخبر السري له دور، كان ولا يزال له دور فعال في تعقب هؤلاء الصحفيين والناشطين والإعلاميين، وبالتالي تم اغتيالهم وسط شوارع المحافظات أو حتى في المناطق. وبالتالي هذا المخبر السري لربما هو نوعا ما ناشط، ولحد الآن هو ناشط. المخبر السري يعمل وفق أجندات وجهات تنفذ هذا الموضوع على يد أدوات رخيصة تستخدم هذه التقوى العقائدية أو بالأحرى الفتوى العقائدية. وهنا أعتقد أنه المالكي وغيره
هم ينزعجون من الانتقاد والمعارضة وكل ما يدور من خلف الكواليس اللي كل الشعب العراقي يعني ممكن أن أعرفها من خلال الصحفيين والناشطين والإعلاميين في الفضائيات، في كتاب مقال الرأي، في الوكالات، في منظمات حقوق الإنسان، في منظمة العفو الدولية، وحتى مجلس الأمن الدولي هو عالم وعارف بهذه القضية. لكن حقيقة مبدأ الحريات ومبدأ هذا حماية الصحفيين وحماية الرأي وحماية الكلمة التي هي تكون أقوى من الرصاص، الكلمة دائما هي تؤثر على المجتمع العراقي. وبالتالي هم يعني أنا سمعت مقولة من أحد السياسيين يقول أن الكرسي أعز من الولد، الكرسي أعز من الولد. بالتالي أي ولد من انضاهي أو انساوي بالصحفي ربما يقصد الصحفي. ربما يقصد بذلك أولاد الشعب وليس أولاده هو. على كل الأحوال سيد سامر، هل تعتقد بأن هذه الأجهزة التي استخدمت للتجسس على الناس أو التنصت عليهم وكان من بينهم صحفيين وناشطين أدت فيما بعد إلى استهدافهم بالاغتيال مثلا، ولا سيما أنه لا يمكن الفصل بين أجهزة الحكومة والأجهزة الميليشيوية في البلاد؟ نعم حقيقة هو هذا ممكن يعني نعطي نسبة فوق 50% هذا التنصت على الصحفيين والإعلاميين. وحتى بالمناسبة يعني ناهيك عن التنصت، حتى مثلا إذا أحد الناشطين وأحد الصحفيين الإعلاميين خرج في فضائية ما وانتقد جهة ما أو انتقد شخصيا ما، هذا ممكن أن يكون على قولنا في العراقي شايل روحه على كفة. بالتالي أنت ما تقدر تنتقد أي مسؤول، أي جهة حزبية، أي قضية ما بالفساد، أنت راح عندك كل معلوماتهم، كل الأمور اللي هو يمكن أن يقدر يتوصلها لك بلحظات. وبالتالي يعني نشهد أنه عمل حزبي منظم وعمل فيه تنصت وفيه كثير من هذه الأمور اللي هم وصلوها. بالتالي هذا التنصت على هؤلاء المنتقدين أو هؤلاء المعارضين، طبعا بالمناسبة الديمقراطية هي من حقها أن العفو، الديمقراطية إحدى مفرداتها المعارضة، الانتقاد، المظاهرات، الاحتجاج. بالتالي أنت تثق بالديمقراطية فقط بالمكاسب الانتخابية، لكن لا تثق بمفردات الديمقراطية الأخرى اللي هي المعارضة والانتقاد. وهنا نجعل الكفة غير متوازنة بين الديمقراطية اللي هي حكم الأغلبية وحماية الأقلية، وبين الديمقراطية التي هي الفساد والتمكن والاستهتار بأرواح المنتقدين والمعارضين وكل الموجودين الآن، لربما هم لديهم أو عليهم ملفات فساد أو هم مشتركين بهذا العمل أو ساكتين. الحق كل الحق للصحفي والإعلامي والمعارض أن ينتقد وأن يعارض وأن يسعى لأن تطوق هذه الأزمة، تطوق هذه المنظومة الحزبية، تطوق هذه الأموال التي هدرت بقطاعات، بخدمات، بمشاريع، بكل هذه الأمور اللي يتمناها الشعب العراقي. بالتالي المتصدي، هنا المسألة تكون جدا خطيرة، المتصدي لهذا الأمر، وأنا واحد منهم يعني الحمد لله أنه خرجت من العراق وسالم غانم، ألف الحمد لله والشكر. المتصدي لهذا الأمر هو يتحمل الخطورة الكبرى. نعم. وبالمناسبة حتى يكون العتب عليه واللوم من أعز الناس عليهم، من أهله، من أقربائه، من أصدقائه. يعني بالعراق يقول أنت جابك على هذولة، ما هذولة مسلحين وعندهم كواتم وغيرها، أنت ما قادر أن تحمي. نحن نمتلك رسالة وعلينا أن نوصل هذه الرسالة إلى كل المجتمعات الدولية العربية. نعم. منظمات مجتمع مدني إنسان، نحن لدينا رسالة علينا أن نوصلها بأمانة، وهذه نعم. الرسالة شكرا. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ سامر الساعدي الناشط السياسي عبر سكايب من أنقرة، تحياتي لكم.